الاتفاقية اللي مضيناها اليوم من أهم الاتفاقيات لشراك الطائرات بالمغرب العربي وبأفريقيا، وهذه بتبرهن قدرة الجزائر على تطوير الأسطول تاع إيراجيري اللي حيسمح للجزائريين أنه يسافروا بأحسن الكونفور وكمان أنه تخلي إيراجيري تقدر تطير على مسافات بعيدة جدا، يعني الطائرات A330 والـ 330 والـ 350 طائرات فيها تطير على الصين، على أمريكا، على أمريكا الجنوبية، رحلات بدون توقف وأكيد بأعلى راحة للمسافرين. أستاذ، قبل قليل قلتم أن هذه الاتفاقية من بين الأكبر في إفريقيا. نعم، ممكن أن تفسير حول هذه كعدد طائرات من لي غرو بورتور لا 330 و 350 قليل الشركات اللي بأفريقيا اللي في عندها الإمكان أنه تشتري ولا كمان تستعمل أسطول طائرات بهالحجم. الكلفية تبع الشراء ما فينا نحكي معها فيها، لأن هيدي كلها سي دي زافير انتر نو والكومباني إيراجيري، بس ديفينيتيفمون سي ان دي بلو كونترا كي سيني ان افريك اجوردي.